الو، السلام عليكم. هذه الفيديو غير فيما يخص القرار اللي اتخذته الحكومة باش توقف المسار تاع المظاهرات اللي هي قائمة ضدها. هذه إنسان شيطان ما يديرهاش، كي شغل باغيين يفرقوا الحزمة. كومون دير، كانت حزمة، كنا حزمة متينة، وباغيين يبعثروها باش ما يكونش عندها القوة اللازمة. كي مثلا تعطيهم 20 يوم ولا 25 يوم فاكيشن دو فاكونس، ما يكونوش ملتمين، الشعب ما يكونش ملتم، ما يكونش كاين حزمة واحدة. كيما كنت نقول لكم، حزمة واحدة يكون فيها الجهد خير من نكونوا مبعثرين. لكن الشعب واعي وعام، سي ترو طار، ما عندهم يحبسوا، يعطوهم 25 يوم ولا يعطوهم سنة تاع دي فاكونس. هذا تاع التعليم العالي اللي راح اللي لما شي يستعرف بالبري نوبر مينيس، ما يستعرفش بري نوبر، هذا شيء مثل تقول في مخه ما عندهاش مخ، ما عندهاش لا ماتيغ غريس كي يخمم. صافي دير هذا ضد العلم، كي تقول ما يستعرفش بالبري نوبل وتروح تدير هذا. هذا هما العفسات تاعهم، هذا اللافل القيمة تاعهم، وهذا المستوى تاعهم اللي وصلوا له في التعليم وفي الذكاء، انهم اقزام حتى توصل بك الجرأة تحبس الطلبة من التعليم على اساس انك تخدم السلطة. لكن مالكش في التعليم، لك في السلطة، اوكي، باغي تحكم مدرسة، لكن ماكش باغي تخدم التعليم في الجزائر ولاد الجزائر. هذه وحده. بصح الشعب مازال ملتحم، وخليكم سلميه دروك الضغوطات راهم لازم يعني. وبوتفليقه هذا اللي راهم يفيان دات ترونسبورتي من الاخر، راه باغ افيون من لا سويس، غادي يهودوا الجزائر، ممكن يهودوا المطار تاع بوفارك، ماشي حتى المطار تاع واري بومدين. خيانه باغينها زعما باش يقولوا راه مات هنا، هو راه مات، راه صافي ان سومان بالك من ميت، باش يقولوا مات من فما وندير له كيما نقولوا حنا جنازه رئاسيه. ما يستاهلش الجنازه الرئاسيه، ان لم ميريت با، والله اعلم. اللي ميريت في الجزائر جنازه رئاسيه هو بوضياف ولا شادلي، باسكو الله غالب خرجوه من الحكم كي بغى يدير الديمقراطيه وكل شيء. اللي زوات كاش فيهم بلوط، والله ما يسعوش بصرة لا في الجهاد لا في حاجة أخرى. وخليكم سلمية حتى الآخر، لأن هذا النظام هذا رفع ساعته الأخيرة وحينهار، ينهار توتلي كما يقول لك، قاع ينزل كل دارو شاطو بلون شاطو تاع دو سابل تاع رمل، بنوهنا وروهنا، كان احنا كل شيء وهما كل شيء. ضحكوا علينا، يغنوا في الجنوس الاخرين، بس جاء الوقت ليراب هذاك الشاطو هذاك بيهم ان شاء الله، يريب بيهم الشاطو هذاك دو صاب، يريب بيهم. وحنا نبنوا حاجه ان شاء الله، الجزائريين يبنوا حاجه بولادها، يبنوها سوليد وتتبنى من الاساس. ان شونجمون توتال، شونجمون توتال دي بوفوار. وهذو قال الاحزاب هذو اللي راهم في الساحه ما يكونوش 20 حزب و100 حزب و50 حزب، سي دو ريديكول، سي ريديكول، سي تري ريديكول، باش يكونوا 100 حزب برا، يبعثروا الفاني الطاقات السياسيه، يبعثروها ويكون عندهم ايديولوجيات كثيره، وهكا نخسروا في لافير، نولوا ناكلوا في بعضنا بعض. نو، الحساب يكونوا خمسة في الدول المتقدمة، يكونوا 5 أحزاب يلتموا العمال، مثلا حزب العمال، حزب الديمقراطي، حزب الريببليكان، هكا دوروا 5 أحزاب، 5 أحزاب هكا يعرفوا يسيروا هذا الشعب. لكن دير 1000 شعب ومن هبة والدبة يجي دير لي حزب غير باش ينقم كيما كانوا ينقبوا معاهم، هذو قاع يدوروا طور حساب يتبنوا جديد. صحيح راه باين، صحيح راه اللي تي توجور كونتر لو بوفوار، والناس اللي يكونوا مثلا فاني باش يدخلوا في هاد الناس اللي منا على شهر او شهرين لازم تكون لينا
قاعدة يبنوها ناس نقيين، ناس عمرهم ما حكموا، ناس ضد الحكم، جزائريين 100%. كما هذو لهم يديروا مظاهرات، مثلا مظاهرات تاع الأطباء، هذو فيهم زوج ولا ثلاثة يكونوا مثلوا هذو العمال، مثلا العسكريين اللي كانوا خرجوهم بار فورس وكانوا يظلوا يضربوا فيهم، فاني يكون عندهم زوج ثلاثة يمثلوهم، هذو اللي يمثلوا القاعدة الأولى، غير باش نقولوا احنا نوصلوا لمرحلة مع دي تيرونقراط، يكونوا يونيفرسيتير، يكونوا دي دكتور يونيفرسيتير اون سيونس بوليتيك، ولا هادو ينظموا الدعوة غير بشوية. واش هي كاين حاجة فعلا ما الفو با تخلوا هذا لي زاروبور وكلشي يكونوا دي فويت، يهربوا يزيدوا يهربوا الدراهم 30 طون 50 طون 60 طون تاع التهريب تاع الدراهم، سا سوفي، ما يزيدوش يسرقوا ويهربوا الدراهم تاع الجزائريين. يفوكو كاع العمال تاع لي زايروبور هذو لي دواني كلشي يتوقفوا، مام لي بيلوت قال راني مركب هذا ما روحش، ما الطيارة ما تطيرش، هذا الجماعة تاعهم باش هكا ينقبضوا، لازم ما يزيدوش يخرجوا الدراهم، وراهم يخرجوا راهم يزيدوا يغنوا في الطيارات، راهم يروحوا لفرنسا ويروحوا لدبي ويروحوا لسويس ويروحوا لفرنسا. أيوة. السلام عليكم، السلام عليكم، إلى خطرة جاية إن شاء الله. السلام عليكم، والله يحفظ الجزائر.